تخيلوا معايا ان التقرير اللي قدامنا ده انا بعمله مثلا بصفة دورية، يعني كل اسبوع او كل شهر او كل يوم. المهم ان انا كل مرة باجي بعمل فيها التقرير ده بستخدم مجموعة تنسيقات ومجموعة معادلات، فده طبعا بيخليني كل اسبوع كل ما اجي بعمل التقرير ده باخد مجهود كبير عقبال ما اعمل التنسيقات واطبق تنسيق شرطي واعمل معادلات. تمام، كل ده بياخد مني مجهود ووقت كبير. طيب لو انا دلوقتي عايز اوفر الوقت والمجهود ده، هل اكسل بيوفر لي اي اداه ممكن استخدمها بحيث تحول لي التقرير الفاضي ده اللي ما فيهوش اي تنسيقات وما فيهوش اي معادلات وتخليه لي زي التقرير ده بالظبط؟ يعني على سبيل المثال هضغط هنا على كنترول شيفت واي، وزي ما انتم ملاحظين معايا حول لي التقرير اللي ما فيهوش اي تنسيقات ولا في معادلات ولا في اي حاجه، حوله لي وخليه لي زي التقرير ده بالظبط. نفس التنسيقات اللي اتطبقت هنا ونفس المعادلات اللي اتطبقت هنا خليته يطبقه لي في التقرير الجديد الفاضي اللي انا المفروض بجهزه عشان اقدمه للشركه بتاعتي، وده اللي احنا المفروض هنتعلمه النهارده. الكلام ده كله بيتطبق من خلال ايه؟ بيتطبق من خلال اداه اسمها الماكرو. طب ايه وظيفه الماكرو دي؟ وظيفتها انها بتسجل كل الادوات والاوامر والمعادلات واي حاجه انت بتعملها في شيت الاكسل، تسجلها وبعد ما تسجلها تروح للتقرير الجديد بتاعك اللي انت عايز تطبقه وتبتدي تقول له اللي انا سجلته قبل كده طبقه لي في التقرير ده. ناخد مثال تاني برضو. هنا مثلا ده تقرير انا مطبق عليه اداه التنسيق الشرطي، نستخدم اكتر من شرط جوه التقرير ده، وقايل لاكسل اللي مش عارف انا التنسيق الشرطي ده ايه، ده المفروض بتحدد مجموعه خلايا وبتقول لاكسل لما يتوفر شرط معين في اي خليه من الخلايا دي ابتدي لون لي الخليه دي بلون معين. طيب انا عايز التنسيقات دي عايز اطبقها على تقرير جديد عندي، المفروض ان انا بعمل التقرير ده مثلا كل يوم وبحتاج ان انا اطبق التنسيق الشرطي ده كل يوم، فباجي بكل بساطه هضغط على كنترول شيفت ار، زي ما انتم ملاحظين بدا يطبق لي التنسيق الشرطي اللي انا كنت مطبقه او كنت مسجله على الماكرو بدا يطبقه لي في التقرير بتاعي. طيب تعال نشوف مع بعض ازاي بقدر اسجل باستخدام الماكرو. اول حاجه انت محتاج تعرف هو الماكرو ده موجود فين بالظبط، هو ليه اكتر من مكان بيبقى موجود فيه. عندي هنا من تابت فيو هلاقي هنا اهو في ماكرو، في تاب الديفلوبر لو موجود عندك هتلاقي الماكرو اهو، في تحت خالص هنا مكتوب لك راديو جنبها رمز كده، الرمز ده ده رمز الماكرو. طيب الاساسي بتاعك هتلاقي موجود في تاب فيو، دي اساسيه هتلاقيها موجوده. احتمال كبير ديفلوبر ما تبقاش مفتوحه عندك. طب ازاي تنشئ تاب الديفلوبر عشان تجيب منها الماكرو؟ بكل بساطه عند اي تاب هنا ممكن رايت كليك كاستمايز ريبون وتبتدي تعمل علامه صح على ديفلوبر وتقول له اوكي، هتلاقي تاب الديفلوبر ظهرت معاك. بالنسبة لماكرو اللي موجود تحت ده احتمال برضو كبير تلاقيه مش موجود عندك. طب ازاي اقدر احط اداة الماكرو تحت هنا؟ بكل بساطة رايت كليك تحت هنا وهتدور على كلمة ماكرو اهي ماكرو ريكوردينج وتبتدي تضغط عليها عشان تفعلها، تعمل عليها علامة صح. طيب كده ولا كده خلينا شغالين بتابت فيو او اي حاجة من دي مش فارقة معايا يعني. المهم هروح على ماكرو اضغط على السهم ده هيطلع لي ثلاث اختيارات. اول اختيار فيو ماكروز، ودي المفروض موجود فيها كل التسجيلات اللي انت عملتها قبل كده. لو ضغطنا هنا الاقي هنا كل التسجيلات اللي اتعملت قبل كده. في عندي بعد كده ريكورد ماكرو، ودي لو انا بستخدمها لو انا عايز اعمل تسجيل جديد او استخدم الماكرو في تسجيل لبعض الاوامر والادوات اللي انا بستخدمها عشان اطبقها قدام على اي تقرير تاني. الاختيار الثالث ده هنسيبه في نهاية الفيديو، هو اختيار مهم جدا وعشان يتفهم لازم نخلص بس النقطتين الاولانيين دول اللي هو الفيو ماكرو والريكورد ماكرو. يبقى بالنسبه لي فيو ماكرو بستخدمها امتى؟ ده المفروض ماكرو متسجل وعايز اطبقه على جدول تاني او على شيت تاني، انما ريكورد ماكرو ده انا عايز اعمل ماكرو جديد او تسجيل جديد. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل تسجيل جديد، عايز اطبق مجموعه تنسيقات على الجدول ده واطبق معادلات هنا، وبعد ما اطبقها كل ده طبعا وانا عمال اسجل، وبعد ما اطبقها عايز اروح على نفس التقرير ده برضو نسخة تانية واستخدم الماكرو عشان يرمي لي الجزء اللي انا سجلته يرموه لي على الجدول ده ويطبق لي عليه كل التنسيقات اللي انا طبقتها قبل كده. ده المفروض جدول بتاع مبيعات عندي هنا، السنة ايه، الشهر ايه، الدول، البرانش، البرودكت كاتيجوري والبرودكت سب كاتيجوري
وعندي البراند، عندي الكميات اللي طلعت، عندي التكاليف بتاعت كل او تكلفة الوحدة من الكميات اللي طلعت قد ايه بالظبط، عندي هنا مطالب ان اطلع اجمالي التكاليف بتاعت عدد الوحدات اللي اتباعت، يعني عايز اضرب تكلفة الوحدة في الكميات المباعة، وهنا عندي سعر الوحدة، سعر البيع قد ايه بالظبط، عايز اطلع المبيعات بقى او الفلوس اللي انا استلمتها قد ايه، فالمفروض اضرب سعر الوحدة في الكميات اللي اتباعت يطلع لي هنا المبيعات بتاعتي. المهم ان انا بعد ما اطبق الكلام ده كله زي ما قلت عايزينه يكون متسجل عشان نطبقه بعد كده في جدول تاني او في تقارير تانية. طيب هنا يعني لازم تبقى عامل حسابك انا واقف فين بالظبط في الجدول، تمام؟ يعني لما بتيجي تشتغل بالماكرو لازم تكون عارف انا كنت واقف عند الخلية A1 B1 C1، تمام؟ لازم كنت عارف انا كنت واقف فين بالظبط وانا بسجل الماكرو ده. بعد كده اروح على ماكرو، هعمل ريكورد ماكرو. هنا بيقول لي اسم الماكرو اللي انت عايز تطبقه ده ايه، هقول له مثلا تيبل. طيب هل انت في شورت كات كي عايز تستخدمه؟ لو تفتكروا في اول الفيديو انا ضغطت على كنترول شيفت واي اما طبق، ومرة تانية ضغطت على كنترول شيفت ار اما طبق الماكرو اللي انا كنت مسجله قبل كده. طيب انا هنا عايز احط اختصار، هو بيقول لك الاختصار هيبقى عبارة عن كنترول زائد اي حاجة تانية. اي حاجة تانية مش هتنفع تقول مثلا كنترول ايه، لان كنترول ايه دي محجوزة، ده اختصار محجوز في اكسل، ده بنستخدمه عشان نحدد الجدول بالكامل، تمام؟ مش هتقدر تضغط مثلا او تكتب له كنترول اف، لان كنترول اف دي اختصار لفايند، دي محجوزة موجودة. طب نعمل ايه؟ اضغط كنترول شيفت او اضغط شيفت مع اي حرف تاني عشان يبقى الاختصار بتاعك كنترول شيفت زائد الحرف ده، هتلاقي ده مش محجوز في برنامج الاكسل. فهاجي اضغط مثلا كنترول شيفت كيو، تمام؟ او اسف هنضغط على هنا الاول، هو بالفعل واخد كنترول فاضغط شيفت كيو فبدا يكتب لي هنا كنترول زائد شيفت زائد كيو، يبقى هو كاتب لي كنترول فانا ما ضغطتش على كنترول، ضغطت على شيفت مع الحرف اللي انا هضيفه في الاختصار ده. بعد كده هنا عندي انت الماكرو اللي انت عايز تعمله عايزه يتحفظ في الملف ده بس، لو ضغطنا هنا في اختيارات تانية، هل عايز تحفظه في الملف ده بس this workbook، ولا عايز تحفظه في اي workbook جديد، يعني في شيت جديد او ملف جديد، ولا عايز تحفظه عموما جوه برنامج الاكسل. يبقى الماكرو اللي انت سجلته ده موجود جوه برنامج الاكسل، اي ملف موجود عندك هنا على الجهاز بتاعك هتلاقي متطبق عليه الماكرو ده او متسجل ومحفوظ جواه الماكرو اللي انت لسه عامله ده. على العموم انا هطبقه دلوقتي على this workbook. هنا description وصف، لو انت في حاجة عايز توصف بيها الماكرو ده بحيث لو في اي حد تاني شغال معاك يبقى عارف ان الماكرو ده انت بتستخدمه في ايه بالظبط. يبقى تاني سريعا كده الماكرو نيم، اسم الماكرو بتاعك عايز تسميه باسم ايه. هنا الشورت كات كي بتاعتك هتبقى ايه، كنترول ده ثابت معاك، تيجي تضغط هنا في المربع الفاضي وتضغط شيفت مع اي حرف تاني فساعتها بيبقى الاختصار كنترول شيفت مع الحرف ده. وهنا بنختار الماكرو ده هيتطبق على الورك بوك دي ولا على نيو ورك بوك، يعني على ملف جديد، ولا هيتطبق في برنامج الاكسل بالكامل، اي هيتطبق او موجود في كل ملفات الاكسل اللي انت حافظها على الجهاز بتاعك. نيجي نضغط بعد كده اوكي. لو بصينا تحت هتلاقي هنا جنب كلمة ريدي في مربع، المربع ده اللي هو ستوب، هو انا دلوقتي بدأت تسجيل خلاص، فلو انا عايز اوقف خلاص سجلت وخلصت فببتدي اضغط على المربع ده. المهم ان انت لما بتيجي تتحرك وانت بتسجل لازم ميبقاش فيه يعني ستيبس او خطوات ملهاش لازمة، تمام؟ اللي انت عايز تطبقه في الجدول واللي انت عايز تحفظه جوه الماكرو هو ده اللي انت بتستخدمه فقط، اي حاجة زيادة ملهاش اي 30 لازمة ما تستخدمهاش او ما تضغطهاش. دي نقطة مهمة. زائد في نقطة تانية، حاولوا لما تيجي تحدد مجموعة خلايا حددها بالكيبورد بالاختصارات، كنترول شيفت مثلا سهم لتحت هيحدد لي العمود كله، كنترول شيفت سهم شمال هيحدد لي بقية الصف، كنترول شيفت لفوق هيحدد لي من تحت لفوق، تمام؟ فهاجي دلوقتي انا عايز اطبق تيبل على الجدول ده، فزي ما انا واقف هنا كنترول شيفت سهم يمين، كنترول شيفت سهم لتحت، فحدد لي كل الجدول بتاعي. ابتدي اروح من انسرت هنا وابتدي اضغط على تيبل بالشكل ده، اقول له اوكي
انا كده انشأت جدول. طب عايزين نطبق المعادلات بتاعتنا، باجي بقف هنا اقول له يساوي، عايز اضرب التكلفة بتاعت الوحدة في الكميات المباعة، هيطلع لي النتائج. وهنا عايز اضرب سعر البيع في الكميات المباعة، هيطلع لي الفلوس اللي انا استلمتها قد ايه بالظبط. طيب انا كده خلصت، يعني خلاص نسقت الجدول بتاعي وظبطته. طيب ممكن برضو نخلي الكلام زي ما انتم ملاحظين الكلام جوه الجدول متطرف، ممكن اعمل كنترول ايه بالشكل ده وابتدي اروح من هون كده اخلي الكلام بتاعي يجي في النص. ممكن مثلا احدد الملف بتاعي بالكامل وابتدي اكبر الخط بتاعي شوية بالشكل ده. ممكن نضغط دبل كليك كده عشان نعمل توسعة تلقائية للجدول بتاعنا. طيب انا خلصت، طب نعمل ايه بعد كده؟ اجي اروح قايل له ستوب ريكوردينج من هنا، هو كده وقف الماكرو او الماكرو بتاعي كده، خلاص انا خلصت. طيب عايزين نطبق الكلام ده، او قبل ما نطبق تعال نشوف الماكرو اللي اتسجل فين بالظبط. ادي مين فيو، ادي الماكرو، ادي الفيو ماكرو بتاعي، ادي اللي انا لسه عامله اهو اسمه تيبل اهو موجود عندي هنا. عايزين نروح بقى للتقرير التاني اللي هو فيه شبه من التقرير اللي احنا لسه عاملينه ده، وعايزين نطبق نفس التنسيقات ونفس المعادلات اللي اتطبقت هنا عايزين نطبقها في التقرير الجديد ده. فطبعا انا كده كده سجلت الحاجات اللي انا طبقتها في التقرير القديم، فاوتوماتيك هروح للماكرو من هنا واقول له فيو ماكرو وابتدي اقول له تيبل وبعد كده رن، فهيبتدي يطبق لي الكلام ده او كل الادوات اللي انا استخدمتها في التقرير القديم هيطبقها لي في التقرير الجديد. او ممكن الاختصار اللي احنا عملناه كنترول شيفت كيو، فاوتوماتيك زي ما انتم ملاحظين طبق لي الماكرو او طبق لي كل الحاجات اللي انا سجلتها قبل كده وطبقها لي في التقرير الجديد اللي معانا. تعالوا نطبق الماكرو برضو على مثال تاني. انا دلوقتي عندي التقرير ده بشكل اسبوعي، محتاج ان انا ازهر او اكون باظهار الارقام او الخلايا او المبيعات اللي اعلى من 20,000 تاخد دون معين، واللي اقل من 20,000 تاخد دون معين، واللي الكميات المباعة اعلى من 10 تاخد دون والاقل من 10 تاخد دون. فبنستخدم حاجة اسمها التنسيق الشرطي، وانا المفروض ان التقرير ده بشكل اسبوعي ببتدي اطبق عليه التنسيق الشرطي. فطبعا في حالة زي دي وفي حاجة زي دي انت محتاج تسجل ماكرو بالتنسيق الشرطي عشان ما تقعدش كل شوية تقعد تطبقه معاك. طيب فهاجي هنا بكل بساطة هقف هنا على الكميات كنت واروح على فيو، من فيو عايز ابتدي اشغل بقى الماكرو، ممكن اضغط هنا ريكورد ماكرو او ممكن من تحت هنا هضغط، هيقول لي انت عايز تسمي الماكرو ده باسم ايه، فهقول له مثلا كونديشنال اللي هو كونديشنال فورماتنج. طب الاختصار بتاع الكونديشنال فورماتنج عايزه يبقى ايه؟ هو هنا كاتب لي كنترول فاضغط انا شيفت مع اليو يبقى كنترول شيفت يو، ده كده الاختصار بتاع تطبيق التنسيق الشرطي. بيقول لي هنا طبعا this workbook ولا فين بالظبط، هقول له اه طبقه لي على الملف ده بس، بعد كده اروح ضاغط على اوكي. انا كده بدا يشغل معايا الماكرو. طيب وانا واقف هنا كنترول شيفت سهم لتحت حددت النطاق ده من تابت هوم تنسيق شرطي هايلايت جريتر ذان يعني اكبر من، فهقول له اللي اكبر من رقم 50 ابتدي لونه لي باللون، شوف بقى احمر او اصفر او اخضر او ايه بالظبط، فاقول له مثلا باللون الاخضر. طبعا اللي مش فاهم التنسيق الشرطي او عايز اتعمق فيها هي اداه مهمه جدا، هتلاقوني سايب لكم في الوصف تحت الفيديو ده على طول الشرح بتاع التنسيق الشرطي. هضغط على اوكي فبدا يلونهاني باللون الاخضر. برضو هاجي هنا اقول له المره دي ليس زان اقل من كام؟ اقل من 50، هنقول له لونهاني باللون الاحمر واوكي على كده. واجي هنا نفس القصه كنترول شيفت سهم لتحت حدد لي العمود ده كله برضو من التنسيق الشرطي، اقول له هايلايت جريتر ذان اكبر من كام؟ اقول له اكبر من 30,000 لونها لي بلون اخضر اوكي. بعد كده هايلايت ليس ذان اقل من 30,000 يلونها لي باللون الاحمر واوكي على كده تمام. بعد ما خلصت انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي بتاعت التقرير ده،
عايز اوقف بقى الماكرو، فباجي بقول له من تحت هنا ستوب ماكرو، فوقف الماكرو بتاعي كده وسجل لي لحد ما خلصت انا التنسيق الشرطي. هروح بقى لتقرير مماثل ليه، تقرير جديد عايز اطبق فيه التنسيق الشرطي. فباجي بكل بساطة ممكن تضغط على الاختصار اللي احنا عارفينه او اللي احنا طبقناه كنترول شيفت يو، لكن زي ما انتم ملاحظين معايا هو هنا طبقها لي على البرايس والسيلز. طب هو ليه طبقها لي على البرايس؟ انا طبقتها على كوانتيتي في التقرير اللي فات مع السيلز. طب ليه كده؟ بكل بساطة احنا لما جينا ابتدينا تسجيل، لما جيت قلت له ريكورد ماكرو ابتدي التسجيل، انا كنت واقف على الخلية دي، تمام؟ فده كده اصبح شرط عندي ان انا طالما واقف على بي 2 عند تسجيل الماكرو، لازم لما اجي اطبق الماكرو اللي اتسجل ده على اي تقرير تاني اكون واقف برضو عند بي 2 عشان يتطبق الماكرو معايا بشكل صحيح وما يبقاش فيه اي مشكلة. فبكل بساطة عايزين نشيل التنسيق الشرطي ده اللي اتطبق من تنفيذ الماكرو هنا، فباجي من هنا clear rules clear rules from selected cell، هبتدي اقف بقى على بي 2 هنا وابتدي اروح للاختصار بتاعي كنترول شيفت يو. زي ما انتم ملاحظين طبق لي الماكرو اللي اتسجل بكل بساطه. المثال اللي معانا بعد كده، المثال ده عايز اطبق عليه مجموعه تنسيقات واحفظ التنسيقات دي في الماكرو. فبكل بساطه هاجي من هنا اضغط عشان ابتدي اعمل ريكورد الماكرو ده. شوف بقى عايز تحط اختصار، ممكن نحط كنترول شيفت ال، بعد كده اوكي نبتدي نشتغل بقى نشوف عايزين نعمل ايه. هحدد واجي اضغط هنا اعمل بوردر، خلي الكلام في النص، نكبر الكلام شوية، نحدد الصف الاول نعمله بولد، نغير لون الخلفية ونخلي الحروف باللون الابيض، نبتدي نحدد الاعمدة كلها ونعمل توسعة تلقائية. طيب خلصت، فاجي من هنا اضغط على ستوب عشان نوقف الريكورد اللي شغال ده. عايزين نطبق بقى الكلام ده على الجدول ده، وعايزكم تلاحظوا ان الجدول ده موجود في مكان غير المكان اللي كان موجود فيه الجدول اللي احنا لسه منسقينه. يعني الجدول ده بادئ من A1، الجدول ده بادئ عندي من F1، يعني في اختلاف في موضع كل جدول او في اختلافات ما بين الجدول ده والجدول التاني. طيب بكل بساطة هقف هنا على الخلية الأولى زي ما كنت واقف هنا أنا على الخلية الأولى، وأبتدي أضغط على كنترول شيفت ال. إيه اللي حصل؟ لقيته أما طبق لي الجدول في الموضع أو في البوزيشن بتاع الجدول الأولاني اللي أنا لسه كنت منسقه اللي هو بادئ من A1. طب أعمل إيه عشان أخليه ينسق لي أو يطبق لي الماكرو في الموضع ده في نص الشيت بتاعي؟ اعمل ايه بالظبط؟ بكل بساطة هنلغي بس الكلام ده، وهنا هنلغي برضو كل التنسيقات اللي احنا طبقناها، نخلي هنا نو فيل، ونخلي الكتابة باللون الاسود، وممكن نشيل الاطار ده برضو. تمام، بكل بساطة قبل ما تشغل الماكرو وتبتدي تسجيل هتيجي هنا من فيو وتختار الاختيار الثالث اللي انا اتكلمت عنه في بداية الفيديو Use Relative Reference، تمام؟ هضغط عليها او هفعلها، تمام؟ علامة التفعيل بتاعتها بتلاقي هنا في لون رمادي على المربع الصغير ده. اوكي، بعد كده هقول له Record Macro، وافتكروا ان انا واقف عند الخلية دي اللي هي B2 Record Macro، هسميها او هسيبه Macro 11 زي ما هو، والاختصار بتاعي هيبقى شيفت جي كنترول شيفت جي. اقول له اوكي، هنبتدي ننسق، احدد بالشكل ده، واجي من هون نطبق بوردر الصف الاول، نبتدي نديله لون، لون الحروف هيبقى باللون الابيض بالشكل ده، ممكن نكبر الخط شويه بتاعها ونعمل توسعه تلقائيه. خلصت، هبتدي اقول ستوب ريكوردينج من هنا، ابتدي اجي هنا بقى اوف، ممكن نعمل بس نزود كام عمود هنا عشان بقى شايفين الاختلاف. طيب انا كنت واقف عند الخلية دي
هبتدي اروح للاختصار بتاعي كنترول شيفت جي. ايه اللي حصل؟ طبق لي الجدول بتاعي او طبق لي التنسيقات بتاعتي على الجدول ده او على البيانات دي. ليه؟ لان بكل بساطه كنت مستخدم او مفعل الاداه بتاعت يوز ريلاتيف ريفرنسز. تمام؟ يبقى لو انت في جدول طبقت عليه تنسيقات وانت مسجل الماكرو وعايز تطبق التسجيل ده على جدول تاني موجود في اعمده غير الاعمده دي، فيفضل ان انت بتسجل الماكرو، لسه هتبتدي تسجل الماكرو، تكون منشط او مفعل يوز ريلاتيف ريفرنس، بعد كده تروح مسجل الماكرو بتاعك، ساعتها هو هيفهم اوتوماتيك انت بدايه الجدول بتاعتك بادئه منين بالظبط. طيب نيجي دلوقتي لو انا عايز امسح كل الماكرو اللي انا عملتهم قبل كده، فباجي على فيو ماكرو وابتدي اشوف فين الماكروز اللي انا عايز امسحها، اقف هنا ديليت، بعد كده نخش تاني اقف هنا ديليت، يبتدي يمسح لي. طيب انا دلوقتي خلصت الملف ده وعايز احفظه. طالما انت طبقت ماكرو على الملف ده فلازم وحتما لما تيجي تحفظ الملف ده بيتحفظ بصيغه معينه، بيتحفظ بصيغه الماكرو. طب ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو جيت قلت له فايل وقلت له سيف، انا اساسا بالفعل هو الملف ده محفوظ عندي، تمام؟ فهتطلع لي الرساله دي بيقول لي فيما معناها انك محتاج تختار صيغه الملف ماكرو انيبلد فايل تايب. فهاجي بكل بساطه اقفل دي سيف از اس بي سي براوز وابتدي اختار من هنا الصيغه بتاعتي اكسل ماكرو انيبلد دي، وابتدي اشوف انا عايز احفظه فين بالظبط، اقول له سيف، هو كده اتحفظ لي بصيغه الماكرو. طب تعالوا نفتحها اهو، زي ما انتم ملاحظين معايا شكل الملف الماكرو مختلف عن شكل ملف الاكسل العادي. يبقى سريعا كده الماكرو زي ما اتفقنا بنستخدمه عشان اسجل مجموعه خطوات عايز اطبق الخطوات دي على اكتر من تقرير قدام. في مجموعه شروط وانا بطبق الماكرو ده لازم اخد بالي منها. اولا لازم قبل ما ابتدي تسجيل اكون عامل او منشط يوز ريلاتيف ريفرنس، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم اكون عارف وانا بطبق او قبل ما ابتدي تسجيل الماكرو انا واقف عند انهي خليه بالظبط، لان الخليه اللي انا واقف عليها وقت التسجيل هي دي اللي انا هقف عليها وقت تطبيق الخطوات بتاعه الماكرو اللي اتسجل قبل كده. بكده انا وصلت لنهايه الفيديو ده، واتمنى ان يكون عجبكم. تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في القناه، ولو انتم مشتركين في القناه تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله في القناه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.